مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الجديده من سبعه. مثل العاده باول الحلقه منبلش نشوف المواضيع. بهالحلقه من سبعه، بيت للشاب اللبناني ب40,000 دولار، بتصدقوا هيك خبريه؟ الاعلام اللبناني ما بين السياسه والفن. الفساد تغلغل بكل شرايين الدوله اللبنانيه، فهل من رقيب؟ مثل ما شفتوا، الموضوع الأول هو عن البيوت اللي هي أكبر مشكلة عند الشباب اللي بدهم يتجوزوا. البيوت صايرين كتير غاليين، بس في جمعية يمكن تساعدهم أنه يكون عندهم بيت بأقل من 40,000 دولار أو ب40,000، مش أقل. بلش أول شيء بالروبورتاج. شقة ب250,000 دولار هنا، وأخرى ب300,000 هناك، وأخريات بنصف مليون وأكثر. كالمصيبة تنزل هذه الإعلانات على قلب الشاب اللبناني وعقله، فهذا الباحث عن مستقبل في وطنه عاجز حتى عن تأمين مرقد العنزة الأسطوري في ظل الأزمة الاقتصادية والأجور المتعثرة والتضخم الزاحف. لكن هل يمكن إيجاد بيت ب40,000 دولار وسط هذا الجحيم من الأسعار؟ مجموعة دعم الشباب اللبناني تقول إنها وجدت الحل. رح يكون في مجمعات سكنية بكافة الأقضية اللبنانية، تيكون شيء شامل وشيء وطني يستفيد منه كل الشباب اللبناني بدون استثناء. عمليا نحن عم نقدر نجيب قوة اجتماعية كبيرة واقتصادية، اللي هي رح تكون عبارة عن 500 وحدة سكنية موجودة بمحل عمليا بعيد عن الأسواق الساحلية. هيدي القوة الاقتصادية رح تجذب المستثمرين. بالدراسة الاقتصادية نحن عاملينها اليوم، عم نطلب من الدولة بكل بساطة تقدر تأملنا المشاعات. هول المستثمرين رح يجوا يشتروا ويستثمروا بهذا السوق اللي رح يكون بقلب المجمع، هن اللي حيعوضوا الفرق اللي رح نشوفه بخسارة الشقة اللي هي عمليا رح تكون بسعر الكلفة. إنما اليوم أكيد نوعد كل اللبنانيين أنه رح تكون هذه الشقة على كافة المعايير الهندسية وخاضعة على قوانين التنظيم المدني، وأكيد بتراعي كافة الأمور الحياتية العصرية. أكيد رح تكون بيوت جديدة ما بتختلف عن أي بيت بنشوفه اليوم. المنزل الذي يبدأ سعره من 40,000 دولار وينتهي عند 100,000 سيقسط عبر مؤسسة الإسكان وفق عدة ضوابط. منعنا أنه اليوم حدا يتملك إذا كان عنده شقة تاني، وبالتالي ممنوع كمان تاجر يجي يشتري ويبيع. مشان هيك جينا قلنا كل حدا بده يبيع بيبيع للشركة أو للجمعية، بترجع هي بتبيع لحدا تاني بيكون عنده سيفي أو عنده وضع بين أنه هو بحاجة. بذات الوقت جربنا نحافظ على الديموغرافيا اللبنانية تما فئة معينة تسيطر على مجمع معين. مشان هيك جينا قلنا 60% من المجمع اللي هو بقضاء معين اللي حيكون ينباع لشباب نفوسهم بهذا القضاء، و40% رح يكون لشباب صار لهم اكثر من 10 سنين ساكنين بهذا القضاء. المشروع بحاجه الى اشهر ليبصر النور اذا اعطت الدوله الضوء الاخضر للسير به، اما في حال العرقله فان اكثر من مصرف جاهز لخوض المغامره المضمونه النتائج كما يقول القيمون على المشروع. الردود على خطاب السيد نصر الله تتفاعل، ومصادر سلام ترفض التعليق. الخوري: الخيار الأول لرئيس الجمهورية هو تشكيل حكومة جامعة، وهو لا يوافق على التمديد لنفسه. كبارة: 14 أذار ترفض أن تكون شريكة لحزب الله، لا في حكومة ولا في مهزلة التوافق على رئيس الجمهورية. السفير علي: سوريا هي الأدرى بأمور اللاجئين. السفارة البريطانية في لبنان تتسلم جثة الطبيب البريطاني الذي قتل في سوريا. في الخاص: العيش المشترك في طرابلس حقيقة يثبتها التاريخ، فماذا بقي منها؟ التفاصيل في النشرة المسائية. إذا بدك تسافر هاي سيزن باريس، شو صار عليك؟ مواديس الحرارة وزينة سنة الماضية. ايه سمك عليك يا تياب، لأن مواديس الحرارة. على فكرة بعت لك اسامي مطاعم شوفهم. لما يكون برنامج مكافئة بنك بيبلوس بيسفرك بحياة لوقت من السنة، بيكون هو أكرم. أكرم برنامج من بنك بيبلوس. فإذا مثل ما شفنا الروبورتاج، رح نحكي كمان مع ضيوفنا اللي هن المهندس سامر وكيم، نائب رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني والمسؤول الإعلامي للجمعية، مدموزيل ريم حرب. مساء الخير. رح بلش معك حضرة المهندس، بس بدي أفهم من وين إجت الفكرة، لأنه كل الناس وقت اللي بيعمروا بيفتشوا على الربح، أنتم مبين بتكون بيعوا بالكلفة. لا، نحن بالعكس، نحن جمعية ما عم نبش عن الربح، نحن بالأساس جمعية ما بتبغى الربح. نحن مش أكثر من مجموعة شبان كلنا سوا عم ننبش على بيوت، عم نشوف بيوت، عم نشوف انه اليوم سعر البيت باهظ، ما عم نقدر حتى نأمن تنقول الدفعة الأساسية تنبلش نقصد،
ومن هون طلقنا بهذا المشروع، أسسنا الجمعية تبعنا اللي هي بدها تدعم الشباب اللبناني بكذا منحة وبكذا شكل. وبلشنا بفكرة أساسية هي نأمن منزل للشاب اللبناني بسعر الكلفة، بسعر كلفة البناء فقط عم نحكي. ريم بس ديس واحد يسمع هيك، أنا متأكد إنه بكرة هيجيكم شي 1000 طلب. أنتوا بلشتوا اليوم يعني صار في بيوت ولا هلا بلشت الجمعية إنها تشوف كيف رح تركب ال؟ هذا الفكرة كتير بهمني وضحها الليلة، إنه كتير اليوم عم يجينا اتصالات وحتى مساجات عبر الفيسبوك عبر البيج وعلى الويب سايت إنه نحنا اليوم بدنا نشتري بيتين هون وبيت هون. نحنا اليوم بعد ما بلشنا بالعمار، الأرض حتى بعد ما أمنناها، بعد ما اشترينا أرض، بعد ما بلشنا بالعمار، مجرد نحنا بالمؤتمر الصحفي اللي عملناه هديك الجمعة أطلقنا الفكرة. الفكرة أطلقناها بكل ما هي، يعني بكل الدراسات الهندسية الاقتصادية الستاتستيك على الأرض اللي عملناه هون تا نطلق هذه الفكرة. اليوم عنا كذا بلان تا نقدر نزبطها ونقوم فيها ونتبلش، بس على الأرض بعد ما في شيء. يعني اليوم ما فيك تجد تتملك بيت لأنه عراسي ما... بس هون ساعتها واحد يمكن حضرتك من الجهة الهندسية بدك تحكينا، ما الكلفة أكتر من ما أنتوا عم بتبيعوا؟ يعني اليوم كل الناس بتعرف أنه متر البيتون بهالقد، متر البلاط بهالقد، متر البويا بهالقد، إذا بتجمعهم كيف طلعت معكم أنه تقدروا تبيعوا؟ وين سعر الأرض؟ أول شيء لأ، نحن وقت أطلقنا السلوغون تبعنا بدك بيت بأربعين ألف دولار كنا عم نحكي عن شقة 80 متر. وقت نحكي عن شقة 80 متر بأربعين ألف يعني المتر $500، هو عمليا هيدا سعر المتر اللي محددته نقابة المهندسين. مزبوط، بس وسعر الأرض لهيك قلت لك. نعم، مشان هيك نحن عم نحكي بمشروع كامل متكامل. أنا اليوم إذا عم بحكي بحق كلفة البناء فقط حكما أنا خسران بهذا المشروع، إنما نحن اليوم عم نحكي بخلق قرية نموذجية كبيرة بتضم حوالي 500 لـ1000 مسكن، وبالتالي أنا معتمد على سوق تجاري أساسي موجود بهيدي الضيعة. ومنه هو لأنه اليوم أكيد اليوم عم يشتغل كوميرس، اليوم عم يشتغل تنقول، عم يستثمر تيفتح سوبر ماركت بهيدا المشروع. اليوم أكيد ما رح يقدر يستثمر بسعر كلفة البناء فقط، بل حياخد بالسعر الرائج بالسوق المحلي كتجارة عم نحكي. ونحن من هون معتمدين على سوق التجاري بشكل أساسي لدعم كافة كلفة المشروع، لأنه أكيد كلفة المشروع مثل ما حضرتك قلت هو كناية عن في عنا طرقات، في عنا حيطان دعم، في عنا رسوم. ما هون كان ريم هون يمكن هون أنت فيك تساعديني. نعم، هو نحن أول بلان عنا إياها هي أنه نطالب الدولة اللبنانية بتأمين المشاعات والأراضي الأمريكية الموجودة. طب مين قال أنه رح يسمعوا منكم؟ طب نبلش من هون. أوكي، هيدا الفكرة، أنه نحن بعد العيد رح نبلش نبرم على كافة النواب والوزراء، على كافة الأحزاب وال كل الفرقاء السياسية المعنية بالموضوع من رئيس الجمهورية كل الناس. من كل الناس. اليوم نحن نطالب دولة لبنانية بمرؤة أنه تأملنا هالأراضي وهالمشاعات الموجودة عندها، تا من خلال نحن بس تأمن الأرض رح نقدر نطلع بالبيوت. الشاب اللبناني اليوم بس عم يجي يدفع، رح يدفع حق كلفة العمار، يعني رح يدفع حق اللي نحن دافعينه تنعمر هالبيت. الأرض رح تكون ببلاش، يعني شريككم هي الدولة. هيدا اذا قبلت الدوله. ايه، شركتنا الدوله. نحن بهم، نحن شباب اليوم تحت سقف الدوله، وبهمنا انه الدوله تتبنى هالمشروع، بهمنا ليوم من الايام دوله تعمل شيء يفيد شبابها. لانه طب سوري بس سامر، برايك جربتوا تشوفوا اذا في مجال يعطوكم اراضي مشاعات؟ نحن قمنا ببعض الاتصالات الصغيره على مستوى يعني بالمبدا بنتامل المشروع ياخد ما يكفي من الدعم. نحن في عنا صفحة على الفيسبوك اوريدي عملت يمكن جمعت كتير لايكات بوقت لا كتير قليل. لا، بأكد لك انه في كتير ناس عايزين وفي كتير شباب بدهم بيوت، بس هون مثل ما قلت هي شوي كل الناس بدها تشارك فيها، وبما فيهم الدولة تأمن أراضي مشاعات وما حدا عايزها. نحن قلنا بالمؤتمر الصحفي تبعنا بدنا من السنة الجديدة الأراد رح ناخد مواعيد من بداية بفخامة الرئيس الجمهورية، مرورا بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ورح نورم على كل الفعاليات وعلى كل الكتل النيابية، ورح نطلع بمؤتمر صحفي لاحق نحدد هالمواضيع كلها سوا، نقول على العلن مين كان معنا ومين كان ضد هيدي الفكرة. ورح نحدد الناس يعني بيقولوا لك علنا ايه وضمن ما بيكون. لا، رح يكون في متابعة اكيد. طب ريم هون بدي اسألك، انتو حسيت انه هيدا موجود بكل لبنان مش بمنطقة معينة؟ مزبوط، هي الفكرة بتقوم على انشاء مجمعات سكنية بكافة الاراضي اللبنانية، بكل قضاء رح يكون في عنا مجمع، بالمتن، بكسروان، بشمال، بجنوب، بكل منطقة، رح تكون شوي بعيدة عن المدينة تنخفف شوي من الاكتظاظ. لانه بتكون السكنية. الارض ارخص بكثير كمان، وكمان الارض بتكون ارخص وبيكون في مساحة. نحن بدنا اليوم 50,000 متر مربع مينيموم تنعمل هذا المجمع. رح يكون عبارة المجمع عن 500 وحدة سكنية لـ1000 وحدة سكنية بلس لسوق التجاري اللي حكي عنه سامر. هيدا السوق كمان رح يساعدنا. اليوم عنا أرض ببلاش، عنا بيوت شاب اللبناني عم يدفع حق كلفة العمار، عنا سوق.
السوق اليوم رح يجذب المستثمرين كونه عنده حق حصري للأشخاص اللي عايشين بهيدي القرية، دغري هنا رح يشتروا من عنده. السوق رح يدوم سوبر ماركت، كوافير، ميك اب، شعر، كل ضيعة. كل شيء، كل حدا يعني يكون في ضيعة. مزبوط. شو بدك بتلاقي بهيدا السوق. واليوم المستثمر ما رح يكون خسران، بالعكس رح يكون مأمن زبونات حصريين لإله. من هون نحن رح نبيع سوق بكلفة شوي أغلى من كلفة العمار ومن كلفة سوق العادة يعني بحيالله منطقة، لأنه كون هو عم ربحه مأمن من كل هالسكنين، من هالناس الساكنين. يعني اليوم اللي بده يجي يفتح سوبر ماركت أكيد عارف حاله عنده 1000 وحدة سكنية رح تشتري من عنده، فهو اللي بيساهم بإنشاء هالمجمع. بس كمان مرة بدي أرجع أسألك، اليوم مزبوط انه في وين ما كان في عازة، بس هل ممكن تلاقي وين ما كان دعم؟ يعني انا بقول يمكن في مطارح تدعم اكثر من غيرها، جربتوا تشوفوا قد ايه؟ نحن مصرين بشكل اساسي نتوجه للدوله اللبنانيه، بالنتيجه هي وجبات الدوله هي تفكر اللي نحن اليوم عم نفكره. نحن رح نتوجه للدوله ونحن نتمنى انه تكون الدوله، كون الدوله هي لازم تكون جامعه للكل، وكونه هذا المشروع منه فئوي، هيدا اليوم هاجس السكن هو هاجس عند كل الشباب اللبناني بمختلف اطيافه عند الكل. عند صحيح الكل، لانه ما في بقى شقه خاصه بالمدخول. يعني صح. اليوم اللي بيقبض 1000 دولار و1500 دولار كيف بده يشتري شقه ب 200000 دولار؟ يعني عمليا ما هو كمبيالته بالشهر عم تكون حوالي 1000 دولار 1000 واكثر من 1000. نعم. مشان هيك اصرينا بشكل اساسي، يعني علما انه كلنا يمكن عارفين الدوله شوي بطيئه، بس نحن مصرين نتوجه بشكل اساسي للراعي الرسمي اللي هو الدولة اللي هي جامعة للكل، وإن شاء الله خير. ريم، إن شاء الله إن شاء الله خير. شو أول خطوة هلأ؟ صاروا الناس ناطرين، صاروا بدون يلحقوكم وبدون يعرفوا إذا ماشي المشروع، شو أول خطوة؟ هلأ أول خطوة نحن أطلقنا المشروع بالمؤتمر، هلأ من بعد العيد بلشنا ناخد مواعيد من المعنيين. في تجاوب؟ في تجاوب، بس نحن يعني ما بدنا بس يكون حبر على ورق، يعني ايه اوكي رح نمشي بالمشروع وبعدين يروحوا. يعني مشان هيك عنا بلان بي. البلان بي هي المستثمرين والمصارف اللبنانية. اليوم في كتير مصارف لبنانية وكتير مستثمرين حابين هذا المشروع وبدون يدعموا فيه وبدون يكونوا شركاء. بس بتصير اغلى شوي لانه صار في سعر الارض. بتصير اغلى شوي؟ لا ما بتصير اغلى شوي، انه بالنتيجة هو المستثمر عم يشتري، البنك عم يشتري الأرض ورح يرجع يعمر بكلفة العمار، الشاب رح يشتريها، ومثل ما قلت لك السوق التجاري رح رح يرجع السوق التجاري هو يكيت العملية. يعني نرجع نسألكم بآخر كانون أو بآخر هلا ما فينا نحدد دات فيكس، لأنه مثل ما بتعرف بدنا نبرم على السياسيين، والسياسيين يعني بتعرف مشغولين أساس. مشغولين كتير وعندهم هموم تانية غير الشاب اللبناني وهمومه للشاب اللبناني. على كل حال مرسي كتير لوجودكم معنا. أنا بس بدي استفيد، تفضل. بدي أكد من ناحية الهندسية أنه هذه البيوت اليوم ما بتختلف عن أي مسكن تاني احنا بنشوفه، خاضع على كافة القوانين اللي بتفرضها بداية بنقابة المهندسين والتنظيم المدن والبلديات. إن اليوم نحن عم نحكي عن شقة مش انه حيطه قرق، لا 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 بالعكس، يعني اليوم في أسئلة، في أسئلة بتوصلنا، هل هي بيوت بريفابريكي ولا حديد ولا غيرها. اليوم عم نحكي عن بيوت جدا شرعية، بيوت ما بتختلف بأي شكل مثل ما قلت. بحب كمان استغل الفرصة تقول ان احنا اليوم كجمعية دعم الشباب اللبناني احنا بعد اليوم ما عم ناخذ مصاري من حدا، يعني اليوم ما بنتحمل مسؤولية اي حدا اجى جرب يستغلنا ولا يستغل هالفرصة يجرب باي طريق. يعني احنا اليوم بعد اذا حدا راح لعند شي شاب قال له انا بدك تعطيني مصاري وبقول لك بيت يكون كذاب، لانه بعد ما بلشنا. نحن اليوم بعد ما بلشنا بالمشروع نحن اوجدنا هالخطه، اوجدنا هالفيزابيليتي ستادي، عملناها ورفعناها بشكل اساسي للدوله اللبنانيه على امل ان الدوله هي تتبنيها ونبلش فيها، واكيد راح تكون برعايه حكم مصرف او مصرف لبنان او الدوله راح يكون على علم فيها. دونك اليوم حيلا الشخص بيجي اليوم يدعي انه هو بيمثلنا ولا من خلالنا، نحن من خلال برنامجك بنأكد ان احنا ما قلنا عليه. وصلت الفكره. على كل حال اهلا وسهلا فيكم. بس كمان تفضلي. هو بما انه هذا المشروع بهم كل الشباب اللبناني، نحن فعلا بحاجه لدعم كل الشباب اللبناني، لانه بنؤمن انه بكثرتنا وبوحدتنا رح الصوت يوصل اسرع. عشان هيك بحب اطلب من خلال هذا البرنامج انه كل الشباب يلي عن جد بهمه هذا الموضوع يفوت على صفحتنا على فيسبوك يلي هي c.r group، ويتابع كل النشاطات اللي عم نقوم فيها ويدعمنا، لانه نحن فعلا اذا رحنا اليوم عند مثلا فخامه رئيس الجمهوريه قلنا له نحن شخصين رح يخدنا على محمل شيء، واذا قلنا له نحن 100000 شخص رح يخدنا على محمل شيء. اكيد انه ما بتصور في شاب لبناني اليوم وعم بيخلص جامعه ما عم بيفكر يشتري بيت، واذا ما بيقدر يشتري بيت ما فيه يتجوز، واليوم عم نحكي عن مجتمع بكامله بحاجه لهيك مشاريع. وبفتكر لهيك اليوم اعداد البرنامج اراد انه يرجع يساعدكم كمان بالقليله باطلاقه هيك فكره، لانه في
متأكد من كل اللي عم بيحضروا إنه كتار 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 بيدعموا بهيك فكرة، مساكن بسعر كتير رخيص من دون ما تكون أقل من غيرها بشيء. بسعر بالضبط. فعن جد ندعمكم ومنشجعكم وفينا نرجع أكيد نرجع نحكي بالموضوع إذا عايزين أي شيء منه. نحن كمان نتشكرك بالدعم. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم. رح نتوقف مع أول بريك علينا ونرجع نتابع بعد شوي، خليكم معنا. بعد الإعلان، أي صحافة أصعب؟ الصحافة السياسية أم الفنية؟ مين مسؤول عن الفساد بلبنان؟ بالفترة الأخيرة زادوا كتير المواقع الإعلامية اللي بتتكل أكتر شيء على تويتر وفيسبوك وإنستغرام، بس قدي فينا نصدق من الأخبار؟ مين بيعرف شو الصح وشو الغلط؟ أنا صراحة ضايع. لهيك اليوم بستقبل بالسجو الإعلامي تمام بلاي تيحكينا أكتر شوي عن هالموضوع. بعرف أنه حضرتك حتى عندك وسائل إعلامية بتتكل على فيسبوك وتويتر وكله والإنترنت خاصة، كيف اليوم بهالغابة الوسائل الإعلامية واحد فيه يعرف مين يصدق ومين ما يصدق؟ أوكي. خلينا نتفق على شغلة، هل هي غابة إعلامية من ناحية الويب سايتات المواقع الإلكترونية اللي عم تطلع اليوم على الساحة أو على تلفزيونات أو على الراديو؟ هلا إذا بدي أحكي عن المواقع الإلكترونية اللي هو مضمون حديثنا أكتر اليوم، غابة ومش بس غابة، غابة بقلبها قصص بتخوف وبقلبها المنيح بقلبها العاطل بقلبها السيء بقلبها الكذب الاحتيال بقلبها المهم شو بدك فيها من كل شيء. الأساس كله مين المسؤول عن الفساد بهذا الموضوع، عن مين بيسمح لهم يفتحوا مواقع إلكترونية، مين ما كان معه قرشين صغار بتلاقيه فتح ويب سايت وطلع وتصدر المواقع الإلكترونية أنا نمبر وان يا عالم يا هو. هيك مزبوط، يمكن لبنان الوحيد اللي فيه كذا نمبر وان. كلهم هيك، كل حدا بتقول له موقعك شو بيقول له أنا موقعي، بياخد العقل ومن المواقع الإلكترونية الأولى اليوم بلبنان وبالعالم العربي. أنا اليوم بشوف أنه أسوأ شيء صار، رغم أنه هو جيد ببعض المحلات، ولكن من اللي عم نشوفه سيرج في شيء سيء اسمه موقع إلكتروني. بيقدر يخترعوا لك موقع إلكتروني ويخترعوا لك قصص فيها، بيألفوا لك خبريات. أنا قريت اليوم يعني مش من زمان أنه حتى الفنان راغب علامة كان عم بيقول أنه في ناس نسبوا له كلام مش لقله خالص. ايه ما بعرف عن شو كان. مش لقله كليا. أنا قبل ما أجل عندك لهون قريته بال. ايه ما هيك بدي أقول أنه طب اليوم ما في مراقبة، ما في حدا بيتحاسب أبدا. المواقع الإلكترونية سيرج تحديدا ما فيهم مراقبة، ما في حدا يقدر يقول لهم هون غلط هون صح. حتى إذا بدك ترفع دعوة قضائية ما بتوصل لمحل، ما بيتطبق عليهم أبدا أبدا. إذا الإعلامي إذا عفوا وزير الإعلام بيقول لك أنا ما عندي جواب على هذا الموضوع، أنا ما صادفت وزير الإعلام من فترة، وزير الإعلام قال لي إنه ما فينا نوقفهم، ما فينا نوقفهم، بيقدروا يعملوا، ما في قرار بعد. هلا تسألني شو الحل؟ بقول لك أنا مع إنه وزارة الإعلام تسكر، قلت له يلا وزير الإعلام بوجهله تحية أحلى شيء، وننتقل لمجلس الوطن للإعلام، يعطوه حقه لمجلس الوطن للإعلام. عبد الهادي محفوظ يمكن عم يشتغل ما بعرف، خليني أكون شوي صريح أكتر، مع إنه كمان قلت له إنه ما في نفع لك بهذا المجلس لأنه ما شفنا شيء من عبد الهادي محفوظ بتاع فند البنود تبعو المجلس الوطني للإعلام وفند إذا بدك وزارة الإعلام، شو هن البنود تبعو وزارة الإعلام؟ ما في شيء عم موجود بقلبه هن اليوم على الساحة أو عم يطبقوا. هل هو الحق كان تلفزيون إنه اليوم التطور بس. يمكن التطور هو السبب التطور. يعني بمعنى فينا نتطور سيرج، بس في قوانين، هذه الكلمة اللي كنت بدي أقولها وضيعتها، في قوانين اليوم، القوانين تبعونا اللي احنا بنطلع فيها تلفزيون، راديو، مواقع إلكترونية، صحافة مكتوبة، مش موجودة. طب أنا بدي أقولك، اليوم راديو في له موقع، بتروح لعندهم على المكتب أو أكيد. على الإذاعة وفيك تاخد بحقهم إجراءات، أوكي. تلفزيون أكيد. أكبر بعد بكتير. بس وين عم ياخدوا إجراءات؟ لا عم بقول، نعتبر، أوكي. يمكن، أوكي هون عم بتقلي القانون ما عم بيتطبق، أوكي. يمكن، أكيد. بس أنا أكيد. عم بيجي بقول اليوم في ناس بيفتحوا مواقع منهم حتى بلبنان 100%، أكتريتهم من برا. هون وأنا هيدا عم بحكي عنه، إذا بدك أكتر بيتين جيمي، المواقع الإلكترونية اللي عم تنفتح من برا وعم بكبوا وسخهم لعنا على لبنان أو على الدول العربية، خليني أحكي كمان أكتر بهذا الموضوع. اليوم أنا بستغرب إنه ما في مين عم بيراقب، ما في مين عم يقدر يمنع، الوزير الإعلام منه قدران يمنعهم. طب شو بدك بعد أكتر من هيك؟ البوس تبع هيدا الموضوع ما قدران يعمل شيء. المجلس نحن عنا بس بلبنان وزارة الإعلام بعدها موجودة، طلع برا
بالدول العربية ما في في شيء اسمه مجلس وطني للإعلام. نحن عندنا بعد عندنا مجلس وطني قاعد ما عم يعمل شيء، ووزارة الإعلام وزير الإعلام أنا بالنسبة لي بحبه كتير وبحترمه كتير وبقدره كتير، بس كمان ما طالع بإيده يعمل شيء. طب اليوم بتعدد السياسات بلبنان صار بتحس إنه كل فريق عنده مواقع رسمية ومواقع غير رسمية داعمة، يعني مثل هودي اللي بيقدر بيمرق الأخبار فيها بس ما هيدي كمان إشي مكشوفة معروفة إنه اللي بيحكي بهالطريقة تابع لحدا معين. أعطيك مثال يعني مثل المشاكل اللي عم تصير السياسية، إذا بدك تحكي أكتر كل نطلع لنا بموقع الكتروني مش معروف مش سامعين عنه بيتبنوا القضيه وهالقصص هيدول، يعني عم بعطيك مثل صغير يعني. نعم. فبالفن في منه، بالفن في مواقع الكترونيه مش معروفه هي بتوصل لك الرساله من بهيدي الطريقه. يعني انا اليوم شوف في فساد بمحل ولازم يتوقف هون، لانه عن جد صرنا بمرحله انه الفساد صار كتير كبير بالاعلام. طب تنحكي عن اللي عم يشتغلوا مزبوط إيشو. يعني اليوم في مواقع اكيد هيك بدي اقول أكيد. في مواقع اليوم كتير رصينة وأخبارها بدققوا فيها قبل ما يحطوها على الهواء. هودي اليوم عم بيروحوا شوي بفدا هوديك، يعني مثل كأنه صاروا كل الناس مثل بعضها 100%. سيرج أنا طرحت هذا الموضوع بأحد البرامج تبعولي على التلفزيون. في نسبة المواقع النظيفة تنعد على الأصابع، يعني تنعد على الكف الواحد إذا بدك، اللي هي مرتبة واليوم بتشوفها، يعني بتفتح في مواقع معروفة اليوم ومهمة موجودة. أنا ما عم أقول لا، وعم قول انه عندهم اخبار وانه صار اسمه موجود على الساحه، هيدول شابو با لهم. بس اليوم في مواقع الكترونيه مع 500 دولار 700 دولار حدا فنان بيدعمها بصيروا يحكوا عنه كل النهار كل الوقت كل الوقت اخباره، بصيروا هن الشغل الشاغل لهم الشغل الشاغل لهم. هيدول مش مواقع الكترونيه وبتشوف هالفولورز والفان بصيروا بالمئات الالوف. ما هلا صرنا ما بدي احكي عن هذا الموضوع لانه صار لا ما فيك تحكي اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع لانه انا بيجيني على الانبوكس اوقات بتحب تشتري 100,000 فولور، بتحب تشتري 10,000 فولور، انه ما انا بشترون يعني. حتى مش بس هيك، حتى بالتصويت يعني انا ناطر في نهار رح احكي فيه اكثر بهذا الموضوع. ليه مش الليله؟ لا لا بعدك ما بدك تحكي من بعد كل هذا. بدهم وقت طويل. في اشخاص شهرتهم على كذب الناس إذا بدك، على كذبهم إذا بدك أكتر. الناس انشهرت وانشهر مواقعهم على خداع، ناس مولونهم مصاري ليقدر يكتبوا عنهم كل الوقت. وفي ناس مواقع إلكترونية محترمة بتشتغل. شو بدك تمويل سياسي تمويل فني؟ أنا مش ضد أنه أي موقع إلكتروني بلين بده يعيش، ما نحن تلفزيون. نعم. هون أي تلفزيون ما بدك مادة أكيد تقدر تشتغل وتكمل. بس اليوم الكذب والخداع بمحل ما كتير صعب أنك تخترع قصص كرمال فنانة. هيك بعض المواقع الإلكترونية مفتوحة اليوم، يعني اليوم أنا وياك بنقدم برامج افترضنا، اليوم في موقع إلكتروني كتير أصحاب أنت معه بتطلب منه بليز افتح جبهة على تمام بلاد وروق، عرفت يعني في كذب بهيدي الطريقه بهيدي المواقع. يعني اليوم لازم ننبه كل الناس اللي بتجي وبتطلع بالفولورز تبع كل واحد. هلا انتبه في منهم عندهم كثير معجبين ومظبوطه مظبوطه بس في ناس من اليوم للتاني بيفتح الموقع تبعه اول وفجاه بتشوف نزل 40,000 انه بتصير تطلع فجأة. لو بدهم واحد واحد يكبسهم 40,000 اكثر مش بزبط. معقول خلص صارت علنا معروفه وما بقى في حدا يقدر يحكي عن هذا. وفي مواقع تتجاهر بهالشيء انا عندي مليون بس مش مواقع خلينا مش ما اظن بس المواقع الالكترونيه في فنانين وفنانات بينبسطوا بهذا الموضوع. انا بس بدي اقول لهم من خلال برنامجك يا عالم يا هو بس فهموا شغله واحده انه هدول مش الناس بتحبكم. يعني اليوم هدول مش الناس اللي هي عملت لكم انه اوكي نحن بنحبكم، انتوا عم تكذبوا عم يعني وين محبه الناس اليوم؟ انا بطلع عالم بتحبني العالم بتكرهني بفهم، بس اليوم انت اذا عم تدعي بمحبه الناس والناس ما بتحبك انت عم تشتري هيدي المحبه، شو لك فايده بعد؟ في طريقه المجتمع. واحد يعرف بموقع او عند شخص كم واحد فيك وكم واحد اكيد سمعت مره حدا عم بيقول انه بيقدروا يعرفوا، بس انا ماني كثير ملم بهذا الموضوع صراحه. لا بس انه قصدي يعني بتنكشف يعني اللي بده يفتش ويلاقي قد ايه انه عندي 28,000 من سريلانكا في فنانه في ايه هدول طب من وين؟ يعني انا من وين بيعرفوني اذا بيجيني؟ هلا انا ليك مش مكذب عليك على الفيسبوك عندي بيجيني من سريلانكا ما بعرف من وين، طب من وين بتعرفوني؟ ما بعمل لهم اكثر يعني بار اكزامبل او نعم. يعني هدول ما بعمل لهم. طب من وين بتعرفوني؟ طول عمري يعني طلع صوتي على سريلانكا يعني ما بعرف. بس هدول او فنانه بسريلانكا مش عارفين مين الفنانه اكس، قد ما كانوا وصلتي ما حيعرفوك بسريلانكا او باثيوبيا يعني.
ما فيك فساد بالمواقع الإلكترونية في كتير، مثل ما موجود بالإعلام المرئي المسموع المكتوب والإلكتروني. هو كنا نحكي بهودي بس من زمان المكتوب، لأنه اليوم في جريدة أو مجلة، بس بالقليلة برجع بقول هودي معروف وين مصدرها ومين أكيد. مين وراها المواقع الإلكترونية إذا بتنتبه ما معروف مين أبدا. الشخص اللي وراها، مشان ما نعمم كمان مش الكل، أكيد مش الكل. لا ما أنا بلشت بهالشيء. فاليوم في مواقع إلكترونية لازم بأسرع وقت، إذا الوزير الإعلامي هلا كيف بده يعمل؟ ما بعدك عم بتقول هو وزير الإعلام، عم نطالب وزير الإعلام. لا عم بتقول إنه أوقات بيكونوا موجودين من برا. طيب شو يعني لازم يرفع دعوة أو أكيد. يطلب من ال... أكيد بس خلينا نخلص بلبنان من عنا هون قبل ما من الموجودين برا. أول بشي ما هيدا هي. على كل حال ميرسي كتير لهالحديث مش بلاي، وبكرة شوف قد ايه رح ينتقدونا إنه انتقدنا الكل، مش هيك؟ عادي ينتقدوا عادي. حلو ينتقدوا أصلا يعني. ميرسي كتير كمان مرة، رح نتوقف مع تاني بريك علينا بنرجع نتابع بعد شوي، خليكم معنا. بعد الإعلان، لبنان من أكثر الدول الفاسدة بالعالم، فهل في مين يحاسب؟ كل ما بيطلع بالعالم ترتيب الدول الفاسدة كتر خير الله، نحن عم نطلع بترتيب كتير مرتب، وكل منا عم بتصير الدولة فاسدة أكثر وأكثر. شو أسبابها وشو لازم نعمل حتى نطلع من هالدوامة؟ رح نبلش أول شيء بالريبورتاج. على وقع الاتهامات الأخيرة بالفساد بين الوزراء، ليس مستغربا أن يسجل لبنان تراجعا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013. فوفق نتائج المؤشر الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، احتل لبنان المرتبة 127 من أصل 177، بعدما كان في المرتبة 128 من أصل 176 العام الماضي. أما عربيا فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى والمرتبة 26 عالميا، تليها قطر، في حين جاء كل من اليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال في أسفل الترتيب العربي والعالمي. أما الدنمارك ونيوزيلندا فصاحبتا أعلى ترتيب. العلامة يلي لبنان أحرزها 28 على 100، يعني على 20 أقل من 6 على 20. يعني بالمدرسة التلميذ اللي بيجيب أقل من 6 على 20 مش بيسقطوا الصف، مش حطوه من المدرسة. والمؤسف أكتر أنه بيطلع هيك نتيجة وما حدا بيتحرك وما حدا بيتفاجأ، والمسؤولين اصلا نحن مش ناطرين منهم بقى يتحركوا، لانه فهمنا انه الطبقه السياسيه باغلبيتها هي حاميه هيدا الفساد، لبل هي بتعتش من وراء استمرارية الفساد لحتى تضل مستعبد العالم والشعب اللبناني. وتستند 6 شركات عالمية تعد دراسة سنويا إلى رأي الشعب اللبناني والإعلام والتصنيفات الدولية الذين يعتبرون الدولة اللبنانية فاسدة. وفي دراسة جديدة حصلت عليها الانتيفي أجرتها منظمة الشفافية الدولية، تبين أن القطاعات الأكثر فسادا هي الإدارات العامة والنواب والوزراء والقطاع الخاص، أما الأقل فسادا في لبنان فهي مؤسسة الجيش. في مافيا بلبنان هي أقلية عدديا ولكن مهيمنة على كل مقدرات البلد. مؤخرا شهدنا على التلفزيونات وزراء عم بيتهموا بعضهم بالفساد مع دلائل، مش أنا بقى عم أقول إنه الطبقة السياسية فاسدة، هي الطبقة السياسية عم تطلع تقول إنه هي فاسدة. لو أخذ بعين الاعتبار الهدر المخيف بالمليارات ومافيا الصناديق المشبوهة وكيفية صرف الهبات الخارجية والتراجق بالفساد بالوثائق والمستندات بين المسؤولين، لربما لا يستحق لبنان كدولة إدراجه حتى على لائحة الدول في العالم. نخلع ضيمة، MTV. تنحكي عن هالموضوع منستقبل الأستاذ والكاتب الجامعي، الأستاذ الجامعي والكاتب الأستاذ عبدو مدلج. مساء الخير. مساء الخير. يعني مزبوط، هلأ كنا عم نسمع مدام ندى عبد الساتر كانت عم بتقول أنه في على التلفزيون بيطلعوا وزراء وبيحكوا عن بعضهم، يعني معناتها شغلة مفتوحة وما صح. عملت هالضجة وأنه الناس صارت تتسمع وتضحك. صح، المشكلة أنه الناس تعودت، هي هيدي المشكلة الأساسية. يعني اليوم إذا بتعمل إحصاءات، إذا بتسأل العالم، في كتير إحصاءات صارت تسأل الناس قديش بيعتقدوا، مثل الإحصاء يلي نذكر هلأ بالروبورتاج، يلي هو قديش الناس بتعتقد أنه في فساد. يعني هيدي شغلة أساسية، أنه كتير صعبة أنك تقيس الفساد. الفساد كيف بدك تقيسه؟ بس إذا بتسأل الناس قدي النسبة اللي بتقول في فساد، عالية جدا عالية جدا. هون لبنان إجا 128 من 177، لأنه طريقة أنك تقيس الفساد
ما فيك تروح شو بتعمل بتروح على الاداره بتعد كم واحد بيرتشي مثلا في يعني في مبادرات فرديه فيها تعمل هالشيء هيدا بس ما بتقدر تطلع بنتيجه علميه تقدر على اساسها تقول هل قد في فساد مش هيك بتقيس قديش العالم بتعتقد في فساد هلا بلبنان العالم تعتقد انه في فساد كتير كبير مشان هيك نحن بهال بالترتيب الكتير الكتير واطي بس اول شغله انه البلدان العربيه اللي نحن احسن منهم هن السبع بلدان اللي ذكروهم كلهم بلدان بحاله حرب او بحاله يعني في وضع امني كتير عاطل ما فيك تتوقع ما فيك تقيس اصلا ما فيك تتوقع اصلا انه يكون عندهم ادارات يكون عندهم وضع فساد يعني احسن من عندنا اصلا نحن بوضع امني منا بحاله حرب مثل بالعراق مثل بالصومال الصومال هو بلد وقتها بتعطي مثل عن غياب الدوله بال بال بكل الادبيات السياسيه بالعالم بتقول مثل الصومال يعني المثل تبع البلد يلي ما في دوله يعني نحن احسن بين البلدان العربيه احسن بس من هالبلدين هيدي طب نحن ما عم نجرب نتشبه تنصير مثل الدنمارك او سويدن او فنلند اكيد لا, لا عم بقول يعني بعدنا 177 وهن واحد في 127 هن واحد ما هيك 127 وهن واحد بعدنا كثير بعاد بس شو لازم حتى تخف هالشيء يعني اليوم انا متاكد انه يمكن في كثير ناس اول شيء ما لازم ابدا نجمل لانه في كثير ناس بالادارات الرسميه ما بيرتشوا وناس بيشتغلوا بكل احترام صح. بس شو لازم حتى ما يعدون الباقيين في شغله اساسيه انه حتى تقدر تلاقي حل للفساد بدك تعرف شو يعني بدك تقدر تقول ليش في فساد هلا ليش في فساد لانه اليوم في اسباب كثير احدى الاسباب هي عدم الشفافيه غياب الشفافيه غياب المحاسبه التنظيم الإداري العاطل كل هيدي مين بيحميها؟ بيحميها النظام السياسي النظام السياسي بيحمي الفساد والفساد بيرجع بيولد هالنظام السياسي مشان هيك أنت بحلقة مسكرة طب بس ما كل مرة بس يعملوا خطابات أو بس يعملوا برامج انتخابات أول شغلة بيقولوا إنه نحن بدنا نغير وبدنا نعمل إصلاح وبدنا نوقف الفساد وبس صح. يفوتوا بهالمعموعة بينسوا كل شيء أو بينسوا أو بيلاقوا إنه مستحيل أو بيلاقوا يمكن إنه هالشيء هذا بيحميهم ما بعرف أنا رح أعطيك مثل بما إنك ذكرت الوعود اللي عم تتنفذ في شيء اسمه وسيط الجمهورية وسيط الجمهورية هو الأومبوتسمان يعني بسموه وسيط الجمهورية في قانون فيه هلا بشرح شو بس في قانون تصوت عليه بالاخر 2004 اول 2005 وسيط الجمهوريه ولا مره تنفذ القانون طالع بس ولا مره نحط وسيط الجمهوريه شو وسيط الجمهوريه وسيط الجمهوريه هو شخص مستقل بتعينه مثل ما اسمه بقول وسيط الجمهوريه يعني هو الحلقه الوسط بين بين المواطن وبين الاداره العامه هالحلقة الوسط هي بتحل المشاكل بين اللي عنده إياها المواطن مع الإدارة العامة كل مرة كل ما بتجي وزارة جديدة بالبيان الوزاري بيوعدوا أنه رح يعينوا وسيط جمهورية لأنه موجود لأنه بحدد مهماته بحدد بس صلاحياته مهماته وشو... نعم. بس بدك تعينه مين بعينه مجلس الوزراء ولا مرة تعين الأومبوتسمان هيدي يعني كنت عم تسألني عن أسباب عن كيفية نظهر من هالحلقة نظهر من الفساد إذا بدنا نحكي عفوا إذا بدنا نحكي عن الإصلاح الإداري الإصلاح الإداري مثل ما قلت تبلش بالشفافية تبلش بأنك تخفف العلاقة بين يلي عنده معاملة أو يلي عنده شيء بده إياه من الإدارة والإدارة يعني طب يعني مثلا اليوم كل الناس بتقول أوقات بيكون بدك ورقة بس لتنمضى لازم تمرق عن 16 واحد صح هاي بسموه الوان ستوب شوب إيه ما هيدي أكيد إنه اليوم إذا بده يمرق عن 16 واحد في 16 ألف ليرة تنقول ألف ليرة بالواحد لتنمضى هاي كلهم بيعرفوا وأوقات بيعرفوا إنه عم تمرق عند الشخص قصد لا حتى يقبض ليره او ما بمرق لك اياها هيدي كمان طريقه ثانيه بيعرق لك معامله انت حقك انك تاخدها بس لانه بده يقبض طب اليوم المواطن شو فيه يعمل يعني بيوصل وبيعرف انه اذا ماني والد ما بتخلص شو بيعمل
هلا هي منا يعني الشيء يلي مطلوب من المواطن اكثر من انه بس مره واحده شو بده يعمل، في وعي معين بده يكون عند الناس، هذا الوعي عند الناس ما ببلش بس اخر دقيقه وقت انت رايح تعمل معامله تبعك انه اذا بتدفع او ما بتدفع، هذا الوعي ببلش من المدرسه، الوعي بيرجع بيتكمل بالجامعه، بيرجع بيتكمل حتى بالحياه، يعني في تربيه كامله، في تربيه كامله، في وعي معين. الناس بلبنان ما عندها يعني كلمه شطاره، نحن بنسمي الشطاره يلي هي نوع من فساد. طب ما نحن بنعرف انه بكل بلدان العالم اللي بيجي بيشتغل سياسه بيسمي حاله public servant، يعني هو خادم، الا بلبنان كل الناس بتعرف انه بس يصير بموقع هذا جاي عبي جيبه. طب اليوم حتى العقلية اقتنعت بهالشي، ما هيدي هي، لأنه اليوم الوعي عن شو هو الفساد وقديش الفساد بيقدر يأسي واطي عنا بلبنان، يعني منعتبر أنه ما علي شي له حق، ما هو شاطر، ما منعرف أنه الإدارة منا ملك السياسة، هو هون حتى يعمل شؤون المواطن، ولكن بتصير الحكم والإدارة بتصير كأنها ملك لقله، ومشان هيك نحن بنعتبر أنه له حق يعمل الشيء اللي عم بيعمله، ما هو المسؤول عن هالشيء. ما هيك كنت لك أنه اليوم صار بس يقولوا تقاسم الجبنة صارت مثل طبيعية، ايه طبيعية، أنه أكيد اليوم إذا في غاز مثلا أو بترول لازم له بدنا نشوف كيف بدنا نتقاسمها، لك كيف يعني نتقاسمها، ما هي للشعب مش لألكم. وفي شغلة ما أنك ذكرت الغاز، بالدراسات عن الفساد الشغلة اللي بتخلي الفساد يزيد هي كل المواد الأولية، يعني البلدان اللي عندها مواد أولية عرضة أن تكون فيها فساد كتير كبير. ليش؟ لأنه الثروة كبيرة، وإذا حدا بيقدر يستغل وضعه بالسلطة حتى ياخد هالثروة صوبه ببعد كتير اقتصاديا عن غيره، ببعد كتير اقتصاديا عن غيره، يعني بصير عنده إمكانيات اقتصادية كبيرة بيقدر يرجع يستعمل هالإمكانيات بالفساد حتى يضل بالسلطة. مشان هيك الثروات الطبيعية بتكبر الفساد بالبلدان. طب هون وهون المحاسبة، ما بعدك عم تقول نحن على باب اليوم نفتح عروضات او ابل دوفر لحتى اللي تجي كل هالدول تنقب عن البترول، اليوم كيف فيه الواحد يحاسب غير انه يحط واحد من كل حزب بمعنى تقاسم الجبنه؟ كيف الشعب او كيف ما لازم يكون في طريقه واحد يقدر يحاسب هالناس؟ هيدي الاكسي على انفورماسيون، يعني انك يكون عندك حق انت كمواطن انك تعرف شو عم بيصير. شو يعني تعرف شو عم بيصير؟ بيقولوا لك اللي بدهم اياه بالنتيجه، ما صح معلومات ما بتوصل كامله. صح، هيدي المشكله كمان مش بس عند الناس، هيدي المشكله اذا بدك بالديمقراطيات العريقه بتراقب مش بس انه الناس تعرف توصل تحصل على المعلومات حتى تقدر تحاسب، المجلس النواب كمان بده يكون مؤكد انه مين عم بيعطيه المعلومات، مجلس الوزراء، يعني الهيئة التنفيذية هي بتعطي للهيئة يلي بتراقب يلي هي مجلس النواب، ولكن كيف تعرف انه عم بيعطي المعلومات المضبوطة؟ يعني إذا بالديمقراطيات الكبيرة مجلس النواب عم بيجرب يتأكد من المعلومات اللي عم بيعطيها مجلس الوزراء من خلال برامج بحطها بين هال بعد كيف نحن بلبنان؟ الشغلة الأساسية إنه يكون له حق المواطن يحصل على المعلومات، يعني اليوم في مشاريع كبيرة بتصير ما بنعرف نحن إذا وقتها كيف تلزمت هالمشاريع وشو الكلفة تبعيتها وكيف تلزمت، شو الكلفة وكيف تنفذت. وبنشوف نحن هلا اليوم كيف كثير أوقات مشاريع مثلا شسورة أو طرقات ما بيكون صار لها فترة طويلة بتقشط. هون قلنا حق نحن كمواطنين نحاسب، يعني نطلب معلومات من الدولة من الوزارة المختصة تقلنا هيدا المشروع اللي تنفذ كيف انعطى، كيف تنفذ، ووين في مشكلة. ما عادة أول ما بتصير المشكلة بيكون في ضجة كتير كبيرة وبعدين بتصير تخف وبعدين تنتسى، يعني بتنحط بشي جرور وما عاد حدا بيسأل. يمكن السبب هون الطبقة السياسية، يعني الطبقة السياسية بتحمي حالها، يعني اذا بنلاحظ اليوم نحن هيدا اللي سمعناه من يومين، انا غطيت عليك وانت غطيت علي وانا بغطي عن هديك واذا بتحكي بحكي عن هديك، انه بتسمع يعني شو عم بيصير، يعني مثل كانه في شيء طبخه ونحن براتها وهن بس بيعرفوها. يعني
يعني ان شاء الله توصل لشي محل هالشيء اللي بلش بس انا بغطي عنك بتغطي عني وكلنا بنسكت. صح هيدي هي المشكله، يعني المشكله بالطبقه السياسيه، ولكن اذا بدك تنبش على حل بدك تشوف كيف بدك تعمل ضغط على الطبقه السياسيه حتى ما تقدر تضل بهالحلقه هيدي. ببلد مثل لبنان وين الناس بتلحق الاشخاص او الاحزاب بطريقه عمياء، يعني من دون ما تحاسب حتى اللي لحقته على موقف اخده كان مغاير عن موقف اخده اول امبارح، ما في محاسبه، كل الناس بتلحق بهالطريقه، فينا نوصل لهالشيء؟ هلا هون الحس الجماعي يلي عند الناس، للاسف بلبنان ما في الحس الجماعي العالي، يعني بيفكر اكثر الواحد بحاله، بيشوف كيف هو بيقدر يستفيد شخصيا من انه اذا بيمشي مع هالسياسه حتى يزبط حاله بشي طريقة معينة، ولو على صعيد جماعي على صعيد الوطن يمكن هالسياسة بهالموقف هيدا بيخسره. هيدي يعني مشكلة اجتماعية كبيرة، ولكن إذا ما بدنا نقول بدنا نعمل ثورة اجتماعية لأنه مش منا هينة، يعني الثورات اللي بتنجح كتير قليلة بالتاريخ، يعني اليوم إذا بدك تحكي بفرنسا الثورة الفرنسية 1789 من وقتها لهلا ما صار ثورات، حتى بفرنسا بلد عريق ما صار ثورات غيرت النظام، يعني منا هين تغير النظام بثورة، فيك تغير النظام بإصلاح ببرامج إصلاحية، بس ما بده يكون في شخص ليدر يجي يقول أنا اليوم بدي أضرب إيدي على الطاولة وبدي الكل، يعني أنا بعرف إنه كذا مرة بيكون في ناس عن جد يعني بدهم يصلحوا بس ببلش التصليح تا يوصلوا لشخص بخصهم بتوقف. هون مسؤولية المجتمع المدني، المجتمع المدني ما بيقدر ينطر شخص، وبالإجمال التغيير ما بيقدر يجي من شخص، في مجموعة بدها تعمل تغيير مش شخص واحد، لأنه الشخص الواحد. طب ليه ما بيكون في مثل ما في منظمات من المجتمع المدني بتضل الطالب بكتير أشياء، في ناس بيطالبوا بالفساد بس ما بحسهم عندهم هالقوة أو هالإجماع من كل اللبنانيين. يمكن ما في لهلأ حملات او مبادرات لمحاربة الفساد عم بتكون كتير قوية، عم بتكون تحمس الناس تصدق انه هل الحملة هيدي رح توصل لنتيجة، ولكن ما لازم المجتمع المدني يوقف، لازم يقدر يحاسب، طيب يقدر يحاسب بده يوصل لمعلومات، بده يعرف شو عم بيصير. ما هيدا هون السر، ما بيوصلوا ولكن في كتير طرق، يعني في كتير طرق، في مبادرات عم بتصير، في مبادرات رح تصير كمان. انا عارف عن شيء رح يصير بس ما رح نحكي عنه هلا، رح اتركك تبقى تحكي عنه وقت الوقت صح. اللازم بس ميرسي كثير اول شيء لكل هالمعلومات، وبنشجعكم اذا في شيء مبادره تحت للناس تدعمكم لنجرب نخفف، يمكن ما نقدر نشيله كليا بس قد ما بنخفف قد ما بيصير يحس الواحد انه يمكن في محاسبه، يعني مش واحد يطلع على التلفزيون يقول انه انت سرقت وانت عملت وانت سويت وما حدا يسأل، يعني ما حدا حتى ينفعل، ما عاد في الناس صارت مبنجة بهالموضوع، فبنتمنى انه يصير في جمعيات ويمكن مش واحدة واثنين كتار ويجتمعوا سوا تيصير في قوة تحارب هالفساد اللي عم بيتفشى بالبلد اكتر واكتر واكتر. مرسي كمان مرة لوجودك معنا مش مدليش. هيدا كان كل شيء لليلة، قبل ما أترككم بدي عيدكم لكم جوي نويل للكل لأنه هالحلقة هي الأخيرة قبل عيد الميلاد، ونرجع منلاقيكم ما بين العيدين، وهلأ رح أترككم مع نشرة الأخبار مفصلة، تصبحوا على خير.